انتوا عم تسمعوا راديو اوريان. راديو اوريان. هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015. مرحبا مستمعينا، رح نحكي اليوم عن التعنت الروسي اللي عم يحصد آلاف الأرواح من السوريين بالاشتراك مع النظام. عباية جديدة ولعبة جديدة وتحضير نعش لشرق أوسط جديد برعاية روسية. رح نحكي اليوم بعدة فقرات، الأولى بوتين وتسويق شعار الحكومة الشرعية، أما الفقرة الثانية تفويض واشنطن لموسكو بتفكيك الشبكة الإيرانية في سوريا، أما الثالثة الحل الروسي ولعبة استقطاب الأطراف، وعنوان حلتنا عملية الفرز الروسية ووهم إيجاد الحل. فاصل ونرجع. الفقرة الأولى من حلقة اليوم، بوتين وتسويق شعار الحكومة الشرعية. مقال الكاتب عبد الوهاب بدرخان بصحيفة الحياة بعنوان موسكو وطهران تسوقان للأسد وهو يرتكب المجازر. بيقول عبد الوهاب: لا حضور لسوريا في لقاء فيينا المخصص لسوريا، وفيما كان المشاركون يدلون باقتراحاتهم لما يجب أن يكون في سوريا. كان نظام بشار الأسد يسجل مجزرة أخرى في سجله الأسود، حاصداً بضع عشرات من الضحايا والمصابين بتكرار القصف على سوق دوما، كما فعل مراراً خلال الشهور الأخيرة. لم يشر أحد في فيينا إلى هذه الجريمة، لا جون كيري في مؤتمره الصحفي المشترك مع سيرجي لافروف، ولا الأخير بطبيعة الحال، ولا حتى المبعوث الأممي البائس ستيفان ديمستورا الذي جلس بين الوزيرين وحرص خصوصا على إبداء سروره لمشاركة إيران أخيرا في مؤتمر دولي للبحث في إنهاء الأزمة السورية. في أي لقاء مماثل مقبل لا بد من مساءلة روسيا وإيران طالما أنهما تمثلان النظام وهما وصيتان عليه وتدخلتا أساسا لدعمه ومنع سقوطه، لكن استمراره منذ منتصف عام 2011 حتى الآن لم يعد ليعني شيئا آخر غير المجازر. وإذا كانت الدولة متهورة مثل إيران شجعت على هذا النهج السقيم، فماذا عن دولة مثل روسيا تدخلت في سوريا لتستعيد صفتها كدولة عظمى؟ يعني لما صار يحكي بوتين عن شعار دعم الحكومة الشرعية وصار يتبجح فيها، ترى كان بيقصد اللي بيصير من قتل جماعي، من قصف كثيف على الغوطة الشرقية بدمشق بريف دمشق. لما لافروف كان عم يحاول يقنع لوران فابيوس بكواليس ما وراء اجتماع فيينا انه ما يتقدم لمجلس الامن بمشروع قرار بحظر القصف بالبراميل المتفجرة، يا ترى تعهد بالضمانة من عدم استخدام النظام لهاي البراميل، ولا كان عم يدافع عن النظام؟ يعني وكأنه بيحكي خلي النظام يقتل كيف ما بده بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة. ولما فيتالي تشوركين المندوب الروسي بالأمم المتحدة نفى استخدام النظام للبراميل، يا ترى كان بيعتمد الكذب ولا ما حدا خبره انه اكثر من 50 برميل سقطت او انهالت على داريا بظرف 7 ساعات فقط؟ هذا ما حدا خبره. ما علينا، بيكمل الكاتب وبيقول: يبدو أن ثمة دافعا رئيسيا للتدخل الروسي لم يشر إليه حتى الآن، وهو أن الكرملين وجد أن نظام الأسد لم يقتل ما يكفي من السوريين، ولم يدمر ما يكفي من العمران، ولم يهجر ما يكفي من أبناء الشعب،
بل يبدو المشهد حاليا كما لو أن النظام استأجر دولة عظمى لتشاركه جرائمه وتساهم معه في القتل والتدمير والتهجير. فكل جريمة جديدة، كل مجزرة هي تلطيخ إضافي لسمعة جيش تقول موسكو إنها معنية بتوحيد صفوفه وإعادة الاعتبار إليه، وتتصرف على أنه ورقتها القوية الرابحة على حساب الميليشيات ورقة إيران، لكن نهجها الأهوج قد يبدد مسعاها. فهل اعتزم الأسد تعطيل هذه الورقة الروسية؟ سواء لأنه لمس أن موسكو تحاول استقطاب الجيش الحر والضباط الذين انشقوا ولم يحاربوه، وربما لأنه يشعر بأن تعويم الجيش خطوة لا بد منها نحو إيجاد البديل أو الترتيب لإيجاده. يعني إذا صح التقدير أو لا، فلا روسيا، يعني فروسيا أقحمت حلب بسياق حرب وصل فيها النظام لأقصى إجرامه، وكانت طول الوقت مشاركة بهذا الشيء عبر دعمها للنظام بالأسلحة، الطيارات اللي كانت مليئة بالصواريخ، عدا عن فكرة البراميل المصنعة يدويا اللي دعمت فيها روسيا النظام. وإذا صح أنه كمان الدب الروسي ما بده رأس النظام يلجأ له ولو أنه كذب طبعا، فشو مصلحة المصلحة اللي عم ترمي لها روسيا هلأ لما بتصير شريكة بالقتل؟ بدها تتبجح وتظهر حالك قوة عظمى، مثل ما نقل عنا أنه أحدثت دمار بإدلب يساوي 10 أضعاف خراب جروزني عاصمة الشيشان. معروف أنه هي هي الطريقة الروسية اللي فقط تتبعها في إثبات نفسها في محاولة فك عقدتها الوحيدة أمام هيمنة الأمم المتحدة، يعني ما عندها أي طريقة تانية تفك هي العقدة. المهم بيكمل الكاتب بيقول: حاججت روسيا على الدوام بأنها تريد الحفاظ على الدولة والحكومة والمؤسسات، وأصبح واضحا اليوم أنها كانت دائما ترى الدولة في النظام والمؤسسات في الجيش، ما علمها اليقين بأن النظام لم يعتد يوما إلا بزمرة مؤسسات ليست لدى دولتين المتمسكتين بهذا النظام، روسيا وإيران، أي نموذج تجذبانه إليه ليكون مقبولا من شعبه وجيرانه ومحيطه. وقد بشرتا للتو مناورات مشتركة لاستدراج قبول دولي ببقائه أو بسوريا المختزلة التي تريدان تحصين سيطرته عليها، سواء سميت دولة الساحل أو إقليما أو اعتبرت إحدى مناطق نفوذ المطروحة لتوزيعها بين أطراف جالسة على طاولة فيينا. يعني روسيا اللي جالسة هلأ على 3 كراسي باجتماع فيينا، وهنن كرسية وكرسي إيران وكرسي النظام. طبعا هدول أحلافه وهدول ربيبي روسيا، فوزير روسيا كان حاطط بإيده 3 نماذج، الأول كان دمار روسيا، والثاني هو تفكيك الشبكة الإيرانية بتفويض أمريكي خفي عبر جذب إيران لمؤتمر فيينا وتهميشه ووضعه تحت الأمر الواقع بأنه الروس ممكن يساوموا على رأس النظام. وطبعا هاي المساومة كانت بس مشان تغطية الفشل الروسي بتحقيق أي انتصار على الأرض مقابل تقدم الثوار. والثالث هو الظهور بمظهر القوي في انتزاع الحل وامساك الأزمة بخيوط مرة بتشد من هون ومرة بتشد من هون. فاصل ومنرجع. بالفقرة الأخيرة الثانية العفو بحلقة اليوم، تفويض واشنطن لموسكو بتفكيك الشبكة الإيرانية في سوريا. مقال الكاتب زهير قصيباتي بصحيفة الحياة اللندنية بعنوان بين حفرة اللاذقية والمهدي بيقول: كاد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفر يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه يتواطأ لمنع ظهور الإمام المهدي بتدخله عسكريا في سوريا وسحب مفتاح القرار والوصاية هناك من جيب مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي.
فتدخل الروس حشر الجانب الإيراني والرئيس بشار الأسد في زاوية الريبة والشكوك التي تطاول حقيقة ما يسعى إليه الكرملين، وهو حتما لن يخوض صراعا لخمس سنوات أخرى كما فعلت إيران بلا جدوى، إلا إذا استثني حجم الخراب في سوريا وعدد الضحايا واهتراء ما بقي من سلطة النظام على جزء محدود من الأرض. ما أراد جعفري قوله إن التدخل الروسي في ليلة مظلمة ظن نظام الأسد في البداية أنها المفاجأة السعيدة لإنقاذه وهو في الرمق الأخير. يحول الآن دون توحيد قلوب شعوب العراق وسوريا وإيران الذي يعني تشكيل الأمة الواحدة، وهذه تمهد لظهور الإمام المهدي. يعني الحرس الثوري بكل مكان للبحث عن المهدي المنتظر، يعني عمليات التنقيب عن المهدي لم تنتهي، مرة بحكولك بحرستا مرة بحكولك بدرعة، إنه في كل مكان يجب علينا البحث عنه. يعني ما بعرف شماعة المهدي هي اللي بيلعبوا عليها بكل دولة بيحاولوا هيك يفرخوا فيها، مرة بيكون المهدي بالعراق، مرة بيكون بالأهواز، مرة بيكون بلبنان، وهلأ المهدي بسوريا. بكرة أبصر وين بيكون المهدي، بيجي قاسم سليماني بيصير يقول لك إن المهدي في كل مكان يجب علينا البحث عنه لننطلق في رحلة البحث. يعني ما بعرف، بلكي بصير المهدي بروسيا كمان، بتروحوا على روسيا؟ يعني روسيا كمان صار عندها مهدي جديد بحرب المقدسة. الروس حاولوا اختصار أو إحضار إيران لجنيف مشان يغطوا فشل وخسران أمام الثوار، وتاني شيء هلأ عم تحاول تلحق حالة مشان تظهر بمظهر المنتصر مثل ما أنا، لأنه الحل العسكري تبعه لم يأتي بأي ثمار، فبدها تلحق حالة بحل سياسي يضمن ماء الوجه مثل ما بقوله. ما علينا، بكمل الكاتب وبيقول ما يطمح إليه الكرملين هو صيغة تجمع النظام السوري والمعارضين غير الإرهابيين وتحميها الدول الكبرى بغطاء جوي لاستكمال المعركة مع داعش. وواضح أن مصير الأسد سيبقى لدى الروس في دائرة الغموض البناء، فلا نعم لبقائه ولا العكس حتى تنضج تجربة فرز المعارضة بين أخيار وأشرار في المرحلة الأولى من دون اشتراط موافقة الأسد عليها. إذن سيكون الكرملين اختبار صبره على إعادة تشكيل النظام السوري الذي سيدير مؤسسات الدولة، وإن كان لا يمانع في دعوة الإخوان المسلمين إلى المشاركة في منتدى حوار موسكو باعتبارهم جزءا من المعارضة، فقد يبرز فخ آخر للنظام بعد اعتماد مبدأ تصويت السوريين في الخارج في أي انتخابات مقبلة. لا يقلق القيصر أن يدجن حلفاء الحرس الثوري في سوريا الذين باغتهم تبديل قواعد الصراع، فبعدما تأخر كثيرا توحيد القلوب وسقط مئات الآلاف من السوريين والعراقيين، قد لا يبدو إغراقا في الخيال تصور تقاطع مصالح يفوض فيه الأمريكي موسكو تفكيك الشبكة الإيرانية للنظام السوري. ألم ينجح في اقتياد الأسد إلى تسليم الترسانة الكيميائية السورية؟ إيه هلأ الروس معتبدين على مبدأ فرزانة المعارضة لشي لإرهابي وشي غير إرهابي، شي شرعي وشي غير شرعي، يعني على الفرازة شغالين. يعني بدأ معارضة على كيف، معارضة مدجنة تصلح للالتفاف أو للانقياد للرغبات الروسية، ومنه كمان بتحفظ المصالح الروسية في مكان بارد وجاف بعيدا عن متناول أحد. فما بنعرف عن أي مؤسسات عم تحكوا، بس هذا الجاهز مثل ما بقوله. فاصل ومنرجع. بالفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، قال الكاتبة إيمان القويفلي بصحيفة العربي الجديد بعنوان فن استخدام داعش،
بتقول: هل هناك شيء اسمه استراتيجية أسوأ الحلول؟ وهل يمكن لطرف معين أن يصمم أوضاعا عسكرية وسياسية تؤدي إلى تطبيق هذه الاستراتيجية؟ لعل الأهم من كل ذلك ما إذا كانت هناك أطراف قد تقبل بالانخراط بهذه الوضعية والقبول تاليا باشتراطاتها ومخرجاتها. ليس ما سبق أسئلة عصف فكري، بل هي مقاربة للأسلوب الذي تستخدمه روسيا في إدارة الصراع السوري ومساوماته وشروط اللعبة فيها، وهي حتى اللحظة تفرض هذا الإيقاع بمهارة عبر صناعة سياقاته وتصميم الظروف المناسبة لموضعته كخيار وحيد، وما على الأطراف الأخرى سوى التكيف معه أو اختيار بدائل من الهامش الذي يتيحه هذا الخيار. تقوم هذه الاستراتيجية على قراءة الوضع وبخاصة من نقاط ضعفه والتركيز على الإشكاليات ومواضع اللبس فيه وتعيين الخواصر الرخوة التي سيجري الدخول منها إلى قلب الحدث وصناعة السردية المناسبة لمواكبة الانخراط وترويجها إعلاميا باعتبارها الصورة الحقيقية للحدث، وما يجري هو العلاج الذي تأخر وصار لازما استعماله. وهكذا فإن بقاء نظام بشار الأسد واعتراف العالم بالهيمنة الروسية على سوريا ومراعاة مصالح إيران ونفوذها هي أسوأ الحلول، حتى روسيا نفسها لا تطرحها بأكثر من هذه الصفة، لكن رغم ذلك تروج لها على أنها الحلول الوحيدة الممكنة للمحافظة على مؤسسات الدولة السورية وبقاء سوريا كيانا موحدا، إضافة إلى المحافظة على التوازنات الإقليمية وضمان استمرار اشتعال النظام الدولي بآلياته التقليدية. الروس ماشيين على مبدأ لعبتهم القديم الروليت، بس هالمرة بدون ما يعرف اللي بيحط الفرد براسه كم رصاصة في بهالفرد، وهالمرة كمان الفرد مو موجه ل أو موجه خلينا نقول لرأس أكتر من طرف. فيا ترى رصاصة براس مين راح تفوت؟ هي اللعبة اللي ماشيين عليها روسيا، هي هلأ بانتظار ضحية تعلق عليها كل ذنوبة وإجرامة بسوريا، ويبدو أنه الرصاصة راح تكون برأس إيران لأنه هي اللي قبلت بالروليت الروسي، وهي الضحية اللي راح تستقطب روسيا من وراها أحلاف عدة. كانت دائما لعبة الروس أو مهمة الروس بالأحرى بأي وقت وبأي ظرف التخلي عن أي حليف مقابل صفقة أو مصلحة. ما علينا، بيكمل الكاتب وبيقول: وتعمل روسيا على تقنين رؤيتها عبر تسوية سياسية ليصار إلى تثبيت مكاسبها، وتعتقد دوائر صنع القرار الروسي أنها قاب قوسين من فرض خياراتها بعد أن ضمنت موافقة جزء وازن من التكتل الأوروبي وتحييد الإطار الإقليمي بعد إخراج مصر والأردن منه وإرباك تركيا، وبالتالي فإن أسوأ الحلول صار حلا مقبولا طالما أن هناك تكتلا إقليميا ودوليا، وتبدو أمريكا وهي الطرف الأكثر ثقلا في هذه اللعبة خارج الحساب الروسي، طالما أن واشنطن تنهل استراتيجياتها من صندوق أدوات أوباما المليء بالحذر والتردد، لذا فإنها لا تلمح في تقديراتها غير الخيارات السيئة والمرعبة لها، من نوعي خوفها من الغرق في المستنقع السوري واحتمال زيادة الالتزام المفتوح تجاه أزمة معقدة، فيما تغيب كل الاحتمالات الأخرى المتفائلة بشرق أوسط جديد أو ازدهار قيم الديمقراطية إذا لم تعد هناك الخيارات في عهد إدارة أوباما عناصر تستحق العمل عليها، بل ثمة قناعة روجتها إدارة أوباما لتقنع الدوائر السياسية الأمريكية بعدم جدوى التدخل في سوريا على اعتبار أن استخدام كل القوة العسكرية الممكنة في الشرق الأوسط يترجم غالبا إلى نتائج فقيرة فيما يتعلق بالمخرجات السياسية، وبالتالي فإن من الأفضل الجلوس وانتظار فشل روسي أو فشل روسيا الحتمي. يعني روسيا بتعتقد أنه قربت تحقق مصالحها عبر تصفية حساباتها، جابت رأس نظام لعندها ليدفع الليستة وبعدها
بلشت بإيران وهلأ عم تبلش تروج لنفسها بأن صاحب الحل، وهذا الشيء مشان استقطاب أطراف وكسب تأييد ولبس عباية جديدة وتحضير النفس والنعش بنفس الوقت لشرق أوسط جديد، واللي عملته أنها فرضت أو اتبعت استراتيجية الحل المستحيل مشان يصير أي حل مهما كان سيء فهو مقبول من قبل كل الأطراف، مع التعنت الروسي اللي عم يحصد آلاف من أرواح سوريين بالاشتراك مع النظام. كان عنوان حلقة اليوم عملية الفرز الروسية ووهم إيجاد الحل. حكينا بعدة فقرات، الأولى بوتين وتسويق شعار الحكومة الشرعية، أما الفقرة الثانية تفويض واشنطن لموسكو بتفكيك الشبكة الإيرانية في سوريا، أما الثالثة الحل الروسي ولعبة استقطاب الأطراف. للاستماع لحلقتنا فيكن تتابعونا على صفحة راديو أوريانت على فيسبوك. كان معي من الهندسة الإذاعية مشهور، وكنت معكم بالإعداد والتقديم هادي أحمد. بشوفكن غدا إن شاء الله بحلقة جديدة. إلى اللقاء. أسبرين، تقديم وإعداد هادي أحمد، موسيقى خالد قطرميز، إنتاج راديو أورينت 2015.